ودعوني بهذه المناسبه يعني اروي لكم قصه عجيبه جدا وفيها فائده فيها فائده عظيمه للمسلم في هذا الباب باب الدعاء على الولد والدعاء للولد كلها هذه القصه يعني تتعلق ب احد الاشخاص من احدى الدول جاء معتمرا وعند الكعبه فعل السنه والماثور وجاء الى الملتزم وكان يدعو واحد الجنود احد الجنود الذين هم مكلفين بالوقوف على عند الحجر الاسود أه وفقه الله وجزاه خيرا وبارك في في صنيعه كان صنيعه من اعجب الصنيع يقول فكنت كان في بدايه عمله في ذاك المكان يقول فكنت استمع اسمع صوت بكاء شديد يقول شدني البكاء فاخذت اسمع ماذا يدعو هذا الرجل فكان يقول ذاك الرجل في 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 دعائه يا رب الناس عندهم أولاد هكذا يقول يا رب الناس عندهم أولاد وأنا ما عندي ولد أعطني ولداً ويردد هذه الجملة ويبكي بحرارة يقول أنا في بداية عملي والصوت يعني حفظه حفظته إذني يقول سبحان الله بعد 18 سنة أو 20 سنة وأنا في نفس المكان واذا ب... بالصوت نفسه في الملتزم وتذكرت الشخص ونظرت واذا الوجه هو الوجه واذا يدعو بتلك الحراره وبذاك البكاء واستمع اليه ماذا يدعو واذا به يقول يا رب اهلك هذا الولد ويلح على الله ويبكي عند الملتزم ان يهلك الولد يقول فنزلت من مكاني وطلبت من زميل يقف ف... في في مكاني وأخذته من الملتزم وأخرجته خارج الملتزم وقلت له كان موفقا كان موفقا جزاه الله خيرا يقول فقلت له ألست أنت الذي قبل 18 سنة كنت في هذا المكان تدعو الله أن يعطيك الولد قال نعم قال أنت في هذا المكان قال أنت في هذا المكان ظلمت ولدك مرتين المرة الأولى أنا كنت أستمعك وأحفظ دعائك كنت تقول أعطني ولدا ما قلت صالحا كنت تقول أعطني ولدا وتكررها ما قلت صالحا ما قلت رب هب لي من الصالحين ما قلت أعطني صالحا والآن جئت في نفس المكان تدعو عليه فلا أحسنت له في الأولى ولا في الآخرة ارجع إلى المكان وادع الله أن يهديه وابكي نفس البكاء وادع الله أن يهديه وأن يقبل بقلبه يقول أخذته وأدخلته في في الملتزم بعد من ما بينت له وأخذ يبكي ويدعو له بالهداية يقول بعدها بسنة جاء ومعه الولد وقال وجاء وسلم عليه وقال للولد احكي له قصتك فكان يحلف ولده كان ولده يحلف لهذا الجندي وفقه الله كان يحلف له ان الساعه التي وقف فيها والده في الملتزم يدعو له بالهدايه الساعه نفسها قام وتوضا وبدا بالصلاه ورجع للاستقامه نفس الساعه يحلف له بالله التي وقف والدي في الملتزم يدعو لي بالهدايه قمت وتوضات وصليت وصلحت حالي بعد ذلك وكان يتعاطى مخدرات واذى والديه اذى عظيما وحصل من الشر عظيم فينتبه لهذه المساله ينتبه لهذه المساله لا يتسرع لا يتعجل الوالد مجرد ما يغضب من من ولده او يستفزه ولده في بعض التصرفات ثم ي يدعو عليها ويتحرى حتى أوقات الإجابة للدعاء على ولده هذا غلط يجب على الوالد أن يرحم ولده يجب على الوالد أن يرحم ولده No.